دوري ابطال افريقيا. الاهلي بالمناسبه النهارده اجازه في اطار البرنامج اللي وضعه الجهاز الفني استعدادا لمباراه الاسماعيلي بعد بكره يوم الاربعاء باذن الله. الاهلي كان عنده ماتش اول امبارح، كسب 6-1 فريق الحرس الوطني. امبارح كان في تدريبات استشفائيه، النهارده اجازه للفريق، بكره الفريق هيستأنف تدريباته وهيكون المران الاخير بالنسبه له استعدادا لمباراه الاسماعيلي اللي هتكون في برج العرب باذن الله تعالى. لكن اللي يهمني جدا التصنيف بتاع الانديه المشاركه في دوري ابطال افريقيا. 16 فريق صعدوا بعد انتهاء دور ال 32. فتعالوا نشوف مع بعض كده التصنيف بتاع او التصنيفات الاربعه للفرق كلها في هذه البطوله، ونشوف ونحاول نقرا المشهد كده مع بعض. فاعتقادي الشخصي للناس اللي بتقعد تقول لك الاصل البطوله دي البطوله بتبقى سهله ومش عارف ايه، اعتقد البطوله صعبه جدا بالاسماء اللي احنا هنقراها مع بعض. يعني التصنيف الاول طبعا تواجد النادي الاهلي بطل البطوله اخر نسختين مع الترجي التونسي اللي كان بطل البطوله في النسختين اللي قبليهم، ومع الرجاء والوداد فرقتين من المغرب كبار جدا. التصنيف الثاني متواجد نادي الزمالك، متواجد صن داونز الجنوب افريقي، حريه كوناكري الغيني، والنجم الساحلي التونسي. لحد دلوقتي اسماء كبيره جدا في البطوله دي. التصنيف الثالث موجود مين بقى؟ الهلال السوداني وفاق السيف الجزائري، بيترو اتلتيكو الانجولي، شباب بلوزداد الجزائري، برضه فرق تقيله جدا، يعني اي مجموعه هيقع فيها اي فريق هي مجموعه صعبه. التصنيف الرابع اقوى فريق في التصنيف الرابع اللي هو مين؟ المريخ السوداني، فريق باسم كبير بتاريخ كبير بامكانيات جيده. لكن موجود بقى ايه؟ شجردة الانجولي، ده فريق تاهل على حساب احدى الفرق من اسواتني، فكانت مواجهه بالنسبه له اكيد سهله جدا. امازولو بطل جنوب افريقيا، ده تأهل على حساب مازيمبي الكونغولي في مفاجأة مدوية في الحقيقة. بيدربه بالمناسبة مكارسي اللي هو كان خد تفتكروا هداف بطولة الأمم الأفريقية 98 مع الكابتن حسام حسن، كل واحد كان جاب فيه البطولة دي 7 أهداف. ومكارسي ليه مسيرة احترافية كبيرة في الحقيقة، هو المدير الفني لأمازولو الجنوب أفريقي واللي أقصى مازيمبي في مفاجأة كبيرة جدا. كمان من إحدى المفاجآت الأخرى جالاكسي بطل بوتسوانا قدر إن هو يقصي مين؟ سيمبا التنزاني. سيمبا اللي احنا جايبين منه ميكيسون اللاعب الجديد المتوقع ان يكون ليه دور في مباراه الاسماعيلي، واللي تاهل لدور الثمانيه السنه اللي فاتت، واللي كان اقترب من ان هو كمان يتاهل لنصف النهائي في مجموع المباراتين. وكان في توقعات كبيره جدا بان مازيمبي ده يعني موسم بعد الثاني هيقدر ان هو يوصل لادوار النهائيه، لكن كانت مفاجاه في الحقيقه ان هم يخرجوا، خصوصا ان هم عندهم امكانيات مميزه جدا سواء على المستوى المادي او حتى على المستوى الفني كفريق. فدي التصنيفات بتاعه الفرق المشاركه في دوري ابطال افريقيا. اكيد نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه البطوله ويقدر ياخدها المره الثالثه على التوالي، هيبقى انجاز كبير وعظيم جدا. لكن الناس بتتساءل هل في امكانيه الاهلي والزمالك يقعوا مع بعض؟ طبعا، لان الاهلي في التصنيف الاول والزمالك في التصنيف الثاني، فحسب القرعه بقى زي ما تيجي ممكن جدا الاهلي والزمالك يبقوا في مجموعه واحده في دور المجموعات، هتبقى مواجهات مثيره جدا في الحقيقه. القرعه كمان هتكون يوم 23 ديسمبر المقبل، ده الموعد المبدئي ممكن يتعدل، بس هي في كل الاحوال هتكون في اخر ديسمبر. الجوله الاولى هتبقى في دور المجموعات هتكون يوم 11-12 فبراير، احد هذه الايام طبعا 2022. الجوله الاخيره من دور المجموعات ستكون في 1 أو 2 أبريل 2022. ده فيما يتعلق ببطولة